بعض فيكتورز بتكون فري فيكتورز ما بنطبق عليها الترانزليشن اللي منها الفيلوسيتي. يعني هل بيأثر لو انا اجيت قلت انه انا بتحرك بهذا الاتجاه في اكس في واي في زد، وهذا عباره عن فيكتور بالسرعه في يعني فيلوسيتي انا حاططها هون، ما بيأثر هذا الفيكتور لما بقول انا بتحرك بفيلوسيتي بهذا الاتجاه؟ ما بيأثر وين النقطه هاي؟ مظبوط، هذه فري. في حين في الديسبيسمنت، او اذا بدي احكي عن ديسبيسمنت او اورينتيشن، الاورينتيشن مش فري، مربوط بنقطه معينه. بس الفري فيكتور، الفري فيكتور ما بأثر من وين انا بحكي الاتجاه الفيكتور. يعني خليني اعطيكم مثال، لو جيت قلت مثلا عندي اكس واي بلين، هاي اكس وهاي واي، لو احنا جينا عندنا مانا متحرك باتجاه معين السرعه، قلت لك سرعتي انا باتجاه الاكس مثلا كانت 3 متر بالثانية، وباتجاه الواي كانت 1 متر بالثانية، هل بيأثر هذا الفيكتور لو حطيته هون او هون او هون؟ وين الاوريجن تبعته؟ هو فيلوسيتي. اوكي واضح؟ فلما بعمل الترانسفورميشن على الفيلوسيتي ما بيأثر الاوريجن، الاوريجن ما بيأثر عليه، بتضلها الفيلوسيتي نفسها، بس بغير الاورينتيشن. هلا لو هاي عملت لها روتيشن بزاوية معينة بصير عليها روتيشن. يعني روتيشن affects free vectors. مظبوط؟ لو عملنا يعني لو جينا على الروتيشن، احنا قلنا انه عم نتحرك احنا بفريم معين بسرعه معينه باتجاه معين، خلينا ناخذ هذه هون اكس اي وهي الفريم اي، وهذه هون واي اي وهي الفريم اي، وجينا رسمنا فريم ثاني بي. الفريم الثاني عفوا ايش؟ حكيت انا واي اي هون، هي اخذنا هذا هون واي اي واكس اي، وجينا رسمنا عملنا روتيشن، وهذا عندي هون اكس بي وهذه هون واي بي. ولو جينا حطينا فيكتور، لو اخذت انا فيكتور الان بس فيلوسيتي فيكتور، والفيلوسيتي فيكتور قلت انا بتحرك عمالي في اكس بي، نحطه هون، هاي هون اتجاه السرعة تبعتها، هاي الفيلوسيتي، مش هاي لها كومبوننت في الاكس ولها كومبوننت في الواي بالفريم بي؟ مظبوط؟ طيب لو جيت سألت هذا الفيلوسيتي اللي أنا بتحرك فيها، إيش هي علاقتها بإيه؟ مش بقدر أطلعها؟ إيش بعمل عليها؟ روتيشن. تمام. لكن هل الترانزليشن له معنى بحالة الفي؟ ما هو الفي هاي هي نفسها الفي هاي، هي نفسها الفي هاي، هي نفسها هاي الفي، مظبوط؟ هل بيختلف هذا كفيلوسيتي فيكتور؟ بيختلف هذا عن هذا عن هذا عن هذا؟ هل بيختلفوا؟ نفس الشيء، ما بيأثر، هذا ما له معنى هون المكان تبعه. فهذا الفيلوسيتي في حين فورس مثلا، خذ الفورس، الفورس هل بيأثر وين نقطة بدايتها؟ طبعا بتأثر. لو عندي جسم وجيت قلت لك في فورس بتأثر على هذا الجسم بهذا الاتجاه، الفورس بتأثر على هذا الجسم بهذا الاتجاه، مش هاي نقطة بدايتها مهمة جدا بالنسبة لهاي؟ لأنه هاي رح يعملوا روتيشن عليه مثلا فرضا. لكن لو جيت قلت هذا الجسم بيتحرك بسرعة معينة بهذا الاتجاه وبسرعة معينة بهذا الاتجاه مثلا، مش بقدر أطلع النت تبعهم بدون ما أهتم بالأوريجنز تبعتهم. الفري فيكتور بقدر أحركه وين ما كان البوزيشن تبعه، المهم الأورينتيشن تبعته. مش مهم نقطة البداية تبعته لما يكون فري فيكتور. فلما بعمل ترانسفورميشن على فري فيكتور، ايش اللي بعمل له؟ ابلكيشن بس، روتيشن، والترانسليشن ما بيأثر. اوكي، هاي نقطة بس لازم نحكيها لأنه في سؤال من الأسئلة.